أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستحلال فيه ضابط معين؟ وهل لا بد من أن ينطق؟ هل إيش؟ هل الاستحلال فيه ضابط معين؟ وهل لا بد أن ينطق بما يدل على أنه مستحل للذنب؟ نعم، لا بد ينطق، يقول هذا حلال، أو يكتب في الجرائد أو في الصحف أو مؤلفات، يقول الربا حلال أو الخمر حلال أو الزنا حلال، يحكم عليه. أما مجرد أنه يفعل هذا الشيء، يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يأكل الربا، ما نحكم عليه بالكفر بمجرد الفعل، نحكم عليه بأنه فاسق ولا نحكم عليه بالكفر. أما لو كتب أو نطق حكمنا عليه بذلك. نعم، حتى ولو كان ما يزني، إذا قال الزنا حلال وله ما يزني، أو الربا حلال وله ما يأكل الربا، يكفر بهذا. نعم.